الشيخ بن عثيمين سأله سائل قال يا شيخ وردنا أنك ترى بصيام الست قبل القضاء، قال من قال هذا؟ قال أحد طلبتك يا شيخ أو أحد طلبة العلم يا شيخ. قال أين هو؟ قالوا موجود لكن ما نقدر نقول إيش اسمه. قال أخبره أنه كذب علي وأنا أحاجه عند الله وليأتيني ليستبيح مني. هذه بلوة، كل ما واحد قال قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ قال. حدثت معي أنا، كنا في المدينة في العشر الأواخر وأنا الخشونة أتعبتني، فالنافل فريضة أصلي واقف الحمد لله، لكن في النافل أصلي وأنا إيش وأنا جالس على الكرسي. فجاني أحد الناس الفضلاء جزاه الله خير وقال يا شيخ أنت ليش تصلي أنت وجالس وما تكبر الإحرام أنت وإيش وأنت قائم؟ والشيخ الشنقيطي يقول لازم تكبر أنت وقائم. قلت لي يا أخي غفر الله لك، أنا أطلب على شيخ الشنقيطي من أكثر من 15 سنة ما سمعته أنه في يوم جزاه الله خير أجبر أنك أنت في النافل أنك أنت تكبر وأنت إيش وأنت قائم. أما الذي يحدث أخي الحبيب إنما هو في الفريضة، وقوموا لله قانتين، القيام مع القدرة. وقال أهل العلم فمن استطاع أن يكبر قائما فكبر وهو جالس بطلت صلاته، وكذلك كل ركن في الصلاة لو تقدر تركع على الهيئة التي النبي علمها مالك فركعت على الكرسي صلاتك باطلة، لو تقدر تسجد وانت على الأرض فسجدت على الكرسي صلاتك هذا فين؟ في الفريضة. أما النافلة فلا أحد يطالبك بذلك، وكل ما هنالك في النافلة أن صلاة القاعدي على النصف من صلاة القائم وصلاة المضطجع على نصف من صلاة القاعد، فيكون عندك واحد قياما نص قعود ربع مضطجعا. وإن فعلت وصليت وأنت لعذر والنافلة ففضل الله واسع، لقول النبي في الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فلا تفتري قلت له على الشيخ يعني ودول فزعل زعل زعل شديد، أنت عاد بكيفك أنك تزعل أو ما لا تزعل. فهذه مشكلة إحنا الآن ابتلينا بها يا إخواني. فلذلك كل ما يقول لك الشيخ فلان قال قل له الله يرضى عليك ارسل لي المقطع الذي قال فيه الشيخ هذا الكلام. الشيخ بن عثيمين زعل جدا والمقطع موجود على اليوتيوب، زعل جدا قال أخبره أن يأتيني ليتحلل مني ولأعزره. هذا كيف تنقل عن الشيخ الكلام؟ قالوا أنا ما قلت هذا الكلام.